دسم مشبع، دهنيات مشبعة. هذه الدهنيات مشبعة تكون مصحوبة بالكوليسترول، والكوليسترول يقتصر على الحيوان ولا يوجد عند النبات. أكيد. هناك يعني بعض المنتوجات يكتب بعض أصحابها، يعني بعض خالية. الصناع يكتبوا خالية من الكوليسترول، فهم يضحكون على المستهلك. لماذا؟ لأن الكوليسترول لا يوجد في النبات. إذا شخص كتب على زيت ما أنها خالية من الكوليسترول فيعني هذه شوية ساذجة. فالكوليسترول لا يخص النبات، فهو مادة حيوانية محضة ويوجد عند الإنسان وعند الحيوان على حد سواء، لأن الكوليسترول يتعلق بفيزيولوجيا الكبد ويتعلق كذلك بفيزيولوجيا الجسم، وهناك توازن بين الكوليسترول الحميد والكوليسترول الخبيث، يعني LDL والHDL، هذا اللي كنسميه حنا الليبوبروتينات هي المهمة، ويجب أن يكون على شكل LDL يكون أحسن، لأن لو لا على شكل HDL يكون مشكل، يعني يتأكسد، هو يتأكسد ويعطي الكوليسترول الخبيث. نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى أن هناك شرع يخص اللحم، أن ولذلك نحن لا نحرم ما أحل الله، نحن لا سبوديين ولسنا هنود لا نأكل اللحم، نحن لا نحرم ما أحل الله، ولكن نقننه ونربطه كما نراقبه بالشرع الله سبحانه وتعالى. أن القرآن تغذية بعد مقيد، هو مقيد، يعني كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، كلوا واشربوا وتحقه يوم حصاده وما إلى ذلك، هذه القرآن كله. ولكن اللحم جاء بالتبعيض، والأنعام في سورة النحل نجد قول الله سبحانه وتعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. هنا الأكل يعني اللبن والحليب على حد سواء. ومنها تأكلون تعني التبعيض، منها تعني التبعيض. ثم يعني الآية التي تخص يعني الشرع الحقيقي، أن نجد أن هناك تشدد في الإسلام، هناك تشدد في طريقة تهيئ اللحم، لأن اللحم نهيئه من الحيوان. إذا ذبح الحيوان نأكل اللحم، إذا لم يذبح لا نأكل هذا اللحم. نعم، هذا شرط أساسي. ده يعني من الناحية الشرعية نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى، إذا حرم على شيء نحرمه، وإذا حرمه في العلة، وإذا حرمه فالله يريد لنا خير، لأن الله لا يفعل إلا خيرا. أكيد. طبعا إن الله لا يفعل في جميع أفعاله سبحانه وتعالى، لا يفعل إلا خيرا، حتى ولو الإنسان سقط إلى الأرض وتهرست له سنة يقول الحمد لله على كل حال، لأنه دائما كان تخفيف. فعلا. هذا إن الله لا يفعل إلا خيرا. فمن الناحية الشرعية نحن نؤمن بالله، وأننا متيقنون أن الله سبحانه وتعالى ما حرم هذا اللحم إلا وفيه أذى للبشر. من الناحية العلمية الآن يتبين كل يوم الآن مد 30 سنة، ويتبين كل يوم الآن خطر اللحوم الغير مذكات. يعني كيف يعقل أن هناك جمعية ظهرت في الغرب في أوروبا، جمعية الرفق بالحيوان، التي ضغطت على حكومات أوروبا، شوف القوة ديالتها اللي وصلت، يعني ضغطت على أوروبا بأن تمنع الذبح رفقا بالحيوان. عجيب. نعم، هذا غريب، مش عجيب، غريب. غريب وعجيب. غريب غريب. والآن هي ترفق بالحيوان ولا ترفق بالإنسان، يعني سبحان الله، أن الرفق بالحيوان هو طريقة الذبح الإسلامية، لأننا نحد الشفرة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك فليحد شفرة، تكون حادة جدا، وليريح ذبيحة، ريح الذبيحة فعلا، بمعنى خصو يذبح بالزربة ضربة واحدة، ما خص الحيوان يشوف سكين، وما خص الحيوان يشوف حيوان آخر مذبوح، ما خصوش يشوف دماء، وما خص الحيوان يتعذب قبل الذبح، لأن غادي يجيب اللحم ديالو غادي يجي شوية ماشي هو. هذا من جاء نحن نرفق بالحيوان لأنه في كل الأحوال هو ميت ميت. أكيد. لا أظن أن الصعق الكهربائي والضرب بالمتدور، هذه المطرقة التي يقتلون بها الأبقار، كاين مسدس، هذا كاين مسدس ميكانيكي كيسمى المتدور، هذا الذي يقتلون به، وكاين الصعق الكهربائي اللي كيتعمل الأغنام والخنزير. والماعز وحتى الديك الرومي والدجاج الآن هو صعق كهربائي. لا، صعق كهربائي. بعض البياطرة حتى في البلدان الإسلامية، أنا أتكلم عن البياطرة في البلدان الإسلامية. نعم. يتكلمون عن التنويم. كيف هذا التنويم؟ نعم، هم يقولون التنويم. لماذا؟ لأن لا يقولون الصعق، لأن كلمة صعق شوية يعني هي قوية. فهو صعق بالتيار الكهربائي إلى الموت،
لما يسقط هذا الحيوان ثم يذبح أو لا يذبح، أو يضرب بالمطرقة حال الفرس والثور لأنها حيوانات قوية، يضرب بمطرقة بالمتادور لما يسقط ويموت ثم يعلق ويذبح، فماذا نذبح؟ نذبح حيوان ميت؟ هذا من الناحية العلمية كلما خرج الدم كاملا من الحيوان كلما كان اللحم جيدا. بالجودة الميكروبية الميكروبيال كواليتي وبالجودة الحسية هذه الأورجانوليبتيك كواليتي وكذلك بالجودة الغذائية الناتريشيلان كواليتي، كيكونوا الثلاث هادو متساوية في الحيوان المذبوح معنى ذبيحة المسلمين. هذا العلم، أنا أتكلم عن هذا العلم الذي بينه ومختبرات بينت ذلك. العد الكلي هذه البلايت كاونت، العد الكلي للحوم المذكات كيكون أقل بثلاث لوغاريتمات من اللحوم التي لم تذبح. لماذا؟ لأن لما لا نذبح الحيوان يبقى الدم داخل هذه الجثة، داخل الخلايا. لما يبقى الدم داخل الخلايا الدم فيه جلوكوز ويضر أصحاب السكري، ولذلك الأطباء الذين قرأوا في جامعات أوروبا يمنعون على الناس لحم الغنم ويقولون كل لحم الماعز. لماذا؟ لأن ذبيحة الإسلام ليس فيها جلوكوز. فما لا, لا 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 أدري لماذا يمنع الأطباء هؤلاء من اللحوم. فهنا كاين خطأ. ذبيحة الغرب هي ليست ذبيحة، هنا قتل الحيوان. فالدم يبقى منحبس في الخلايا ويبقى الجلوكوز منحبس، بمعنى هذا اللحم ينتن بسرعة. هناك كتلة جرثومية تسمى غير قابلة، يعني غير محبة للهواء، الأنايروبيك هذه مايكروفلورا، هي التي تخمر هذا السكر والحيوان يلاحظ أنه ينتفخ. الميت لما تكون مسافر ومار مثلا بالبادية ترى أن الحيوان الميت ينتفخ، ينتفخ إلى درجة أنه يتعفن حتى ينفجر. ذبيحة العيد لا تنتفخ. لماذا؟ لأنها مذكات. لأنها مفروغة مفرغة من الدم، والدم هو الوسط الغذائي الملوث. يعني كيكون فيه فيروسات، كيكون فيه توكسينات، كيكون فيه سمينات، كيكون سموم، كيكون فيه كل شيء في الدم. إذا أفرغ الحيوان من الدم ما نسميه نحن الآن الطور الجيفي أو الريغور مورتيس، لما يذبح الحيوان 6 ساعات، لا يمكن أن نطبخ اللحم إلا بعد مضي 6 ساعات، لأن الريغور مورتيس هذا الطور الجيفي يعني هذا الحيوان ملي يلاه تذبح كيبقى يتركل، يعني هذيك لاجيتاسيون، يعني خاص الناس ملي ذبحوا يطلقوا الحيوان يتركل، يعني قد ما طلقوه يبقى يضرب، قد ما غادي يخرج الدم، قد ما خرج الدم اللحم غادي يكون بجوده عاليه. ولا نحتاج نظام الهاصب ولا نحتاج قياسات الايزو في المجازر الاسلاميه، لا نحتاجها. وانا اتحدى اذا كان هناك علم، انا اتحدى. لأن ذبيحة المسلمين هي في حد ذاتها تزكية وهي تطهير للحيوان. هذا من جهة. هم محتاجون لنظام الهاصب في المجازر الأوروبية، محتاجين لنظام. نعم. لماذا؟ لأنهم لا يذبحون الحيوان والدماء تبقى، وهذا التلوث للحيوان هو الذي يفسد. نعم، يجب أن لا يتلوث، يجب أن يكون يعني في حقل معقم تماما. فهنا كيبقى تناقض، ولذلك كان على علماء الكون، ماشي الفقهاء، كان على علماء الكون المسلم هم الذين يبينون حقيقه الامر في هذه الماشي، وخصوص البياطره. هذه فلما نذبح حيوان على الطريقه الاسلاميه نخرج فرغه من الدم، فالريجور مورتيس، الريجور مورتيس البي اش ديال اللحم يوصل 4.6 اللي كنسميه الاي تي ام بي اتش، هذا يوصل 4.6 في 6 ساعات يكون اللحم على احسن ما يرام، اللي كنسميوها المايكروبيسيد فيز. هذا يعني لا يمكن ان يتلوث اللحم ولا ينتن، يعني ممكن يبقى 3 ايام بدون ان ينتن ولا ينتابه اي تلوث، يعني كونتامينيشن. هذه وتقريبا يمكن حتى في الباديه كانوا ما عندهمش ثلاجه، كان كيبقى اللحم 3 ايام 4 ايام بعد يقدو تيديرو قديد. عجيب. اذا صعقنا الحيوان، انظري يعني الناس يتبعوا معايا مزيان، اذا صعقنا الحيوان بالتيار الكهربائي غادي نكونوا الكالسيوم داخل الدم وداخل الخلايا، الكالسيوم غادي يولي سي اي بلس بلس، يعني غادي يولي ايونيك. هذا الدم لا يخرج، غادي يوقعوا مفاعلات داخل هذا الحيوان، الانزيمات، لان الكالسيوم تنشط، غادي يوقعوا الكالباين، هما كينشطوا الكالسيوم على قبل الكالباين والكاتيبسين باش تكون الماتوريشن الرويبنين باش اللحم يولي مزيان راسي، ولكن في نفس الوقت كاين انزيمات اخرى اللي غادا تتحلل هذه اللحوم. من جهه اخرى غادي يوقعوا تاكسدات وتحللات داخل، وغادي يولي نمو جرثومي داخل هذه الكتله الجرثوميه مازال كاينه، وهادو عندهم ليبايس، عندهم واحد الانزيم كيحلل به الدهون، كيكون اللحم كينتن كيولي فيه زناخ. ليبوليسيس كيولي فيه زناخ. ان الريغور مورتيس في اللحم المصعوق
الريغور مورتيس بمعنى الكالسيوم ولا بلس بلس ولا يونيك كيولي بازيك كيولي قاعدي. معنى ان البي اتش مهبطش على 6.5 ملي ما كي البي اتش ما تنزلش ما كيكونش الريغور مورتيس ما كنوصلوش ليه. ملي هذا البي اتش ما كيهبطش على 6.5 فهذا اللحم طبعا غير صالح للاستهلاك البشري اكيد. ولذلك ان الله سبحانه وتعالى حرم هذا اللحم. حرمت عليك في سورة المائدة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، موقوذة والنطيحة والمتردية وما يعني هذه كل حالات لا يعود الناس يقولوا هذه ضربتها ضربها تربتها طموبيل ولا حاجة، هذه تجوز ولا يجوز، أن الله فصل حتى ديك اللي مضروبة واللي محروقة واللي طاحت من فوق حيط واللي ضربتها طموبيل حرام. لأنها لم يذكر عليها اسم الله، لأنها لم تذكر هذه. وهنا يعني وشوف الله سبحانه وتعالى وما أكل السبع، لأن السبع كيأكل به مصحيحة اللي تبقى حرام، كذلك يجري عليه الشرع. لماذا؟ يعني لأن لم يذكر اسم الله عليه سبحانه وتعالى ولم يذكر، ولو أن الحيوان يكون صحيح. فهذا الحيوان المسعوق في أوروبا الذبح الآن، بعد المسلمين تقول لك لا احنا دخلنا المجزرة وشلنا بأنه لحم حلال. أنا عندي تحفظ حول هذه المجازر الغربية أنها تذبح للمسلمين. أن بعض الفقهاء اجتهدوا قالوا بأن ممكن نضغط على الزر ونقول بسم الله الله أكبر. احنا ما غاديينش احنا نكون هذا المجتمع الإسلامي مهين حتى لهذه الدرجة هذه باش غادي يضحك علينا الغرب بهذه الطريقة هذه. هاد الناس هادو يذبحوا على الشروط الإسلامية لأننا نشتري اللحوم بأموالنا. أكيد. يذبحوا اللحوم على الشريعة الإسلامية، وإلا ما بغيناش احنا هاد اللحوم. ولا نحتاجها، فالإنسان لا يحتاج لحوم في التغذية دياله. فعلى الأقل هذا الشيء هذا يكون واضح، يكون علماء الكون، لأن الفقهاء طبعا هما يجتهدوا جزاهم الله خيرا، بالعكس أنا يعني أشكرهم، ولكن خص علماء الكون هم الذين يبينون هذه الأشياء للفقهاء كي يكون هناك فتوى واضحة. فالفتوى الآن ليست واضحة، أنا أقول ليست واضحة. لماذا؟ لأن أنا عملت سنة كاملة في تخصص علوم اللحم من الثامنة إلى السادسة مساء، يعني قضيت سنة كلها في تخصص علم اللحم من ذبح الحيوان صلخي إلى صناعات ديال المواد اللحمية. تقريبا هادو تخصص علم اللحم يلا تقريبا شي ثلاثة ولا أربعة في المغرب اللي دايرين. فهذا هاد الطريقة هذه باش اللحوم الغربية ليست هي اللحوم في البلدان العربية. هذا الناس خصهم يفهموا هاد القضية هذه. هذا من جهة. من جهة أخرى نجد أن أولا إذا تكلمنا غير على اللحم، هي طريقة الذبح، أنا تكلمنا هي طريقة الذبح، هذا يعطي الجودة ديال اللحم بواحد الجودة جيدة. لماذا؟ لأن اللحم المذكى ليس فيه جلوكوز، ما فيهش سكر. السكر. لأن الكمية ديال الجلوكوز ديال 1 غرام في الليتر اللي كاينة في الدم كتكون أفرغت من الحيوان، ليس هناك جلوكوز، ما تبقى كيتحلل كيعطي حمض اللاكتيك هو اللي كيعطي الريغور مورتيس هو اللي كيهبط البي اتش 4.6 اللي كنسميوه اليوتين بي اتش، يعني 5، يعني ابتداء من 5.5 بي اتش جيد عند الحيوان. من جهة أخرى أن هذه الحيوانات اللي نتكلموا على الغنم والماعز ربما الأبقار وداك الشيء نخليوها إن شاء الله، ليس هناك فرق كبير، ولكن علاش نتكلموا على الغنم والماعز؟ لأن الغنم والماعز عندها وقت تؤكل فيه، الناس يعرفوا هذه القضية، أن فصل الصيف هو فصل اللحوم. أن اللحوم الغنم كتكون سارحة كتسمن لوحدها، ما كاينش علف اصطناعي ولا أي شيء، كتكون تثرع في المرعى، اللحم ديالها جيد. وفي فصل الصيف إذا كالوا الناس لحم مشوي ولا مطبوخ ولا حاجة مع المرق، غير ما ياكلوش كل يوم، ياكلوا بصحتهم حتى ولو كان دسم، ما يهمش مشكل، ولكن ليس كل يوم، ليس كل يوم. في الولائم، في الأعراس، مرة في الأسبوع، مرة في الشهر، هذه كله جيد. طبعا أكيد. هل كما وضعت السؤال، لا مشكل المعز. دكتور غادي نخليو هذا السؤال لأنه مهم جدا، لأن تقريبا ما خصوش غير حلقة، خصو حلقات. لأن شائع. نعم. يعني هل الماعز يعني اقل دسم من لحم الغنم؟ ولكن نعم. ناخذ اولى المكالمات اذا سمحتي. الو السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم؟ مريمة الى ام خولة. مريمة ام خولة. ام خولة. من اي مدينة؟ من دار البيضاء. اهلا بك ام خولة، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي اليك دكتور سيد وإلى طاقم البرنامج بأكمله. سؤالي هو كالتالي، كيف يمكن لنا حفظ اللحوم؟ ما هي الحالات المرضية التي تمنع فيها اللحوم؟ وما هي مواصفات جودة اللحوم
وجزاكم الله خير الجزاء. شكرا. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. نعم، سؤال مهم. طريقة حفظ اللحوم هي يجب ألا تحفظ. كيف؟ لماذا؟ لأن الناس اعتادوا أن يأكلوا اللحم كل يوم وخصهم يخزنوه في الثلاجة ولا في الفريزر ولا في المجمد. ولكن يبقى وهذا سلوك غذائي. المهم أنا أتكلم عن العلم. هذا سلوك غذائي خاطئ. خاطئ. بل يحتاجوا الناس اللحم ولا يجي يضيفوا لها حاجة، راه كاين الجزارة في الدرب. هذه أبسط شيء، لأن لا يمكن أن نخزن اللحم. لا داعي. كيفما كان الحال، فالبرودة تنقص أو تحد من نمو الجراثيم. ولكن هناك جراثيم تنمو في البروده اللي من السودوموناس الاكروموباكتير ومن الميكروكوكيس، هادو كنسميهم سيكروفيل، هادو محبي للبروده وكيطلعوا على اللحم، ينبتوا على اللحم ولو في البروده. حيت الناس يمكن حيت كيحفظوا وقيلا ملي كيكون عيد الكبير كيبغيو. نعم، في يكون عيد الكبير يديروا لحم القديد. يقدوا اللحم ينشروه في الشمس يكون احسن. لان لحم القديد احسن من اللحم بكثير. لماذا؟ لانه سيستعمل كمنكه وليس كلحم. غادي يدير واحد الطرف ديال القديد في الكسكس، غادي يكونوا ما عملوش معاه اللحم، وغادي يكونوا ما كالوش اللحم، يعني هما بنوا به الكسكس ولكن ما ياكلوش، بدون يعني هو طريقه ذكيه جدا. هذا من هنا غادي نشوفوا الاخت هذه، يعني سؤال جيد. كيف يحفظ اللحم؟ ما خصوش يتحفظ، ما خصوش يكون كاع في الدار. من الاحسن ما يكونش في الدار. ثانيا، ما هي الامراض التي يمنع الكل عليها اللحوم؟ اللحوم يمرض على الاصحاء وعلى المرضى. يعني اللحم كل يوم، يعني باش نكونوا واضحين، اللحم كل يوم يمنع على الناس. لأن النظام المتوسطي الأمريكي الآن في أمريكا، لماذا؟ لأن هنا من أتى الخطر. في أمريكا الآن الغرب كله، يعني أوروبا وأمريكا، أستراليا أو البلد مستهلك للحم، ونيوزيلندا الجديدة متبوعة بالدنمارك، الدول الاسكندنافية، أستراليا، الدول الأمريكية، الولايات المتحدة. هذه طبعا يعني أوروبا الغربية كلها. هذه الدول الآن 50% ممن يموتون بأمراض القلب والشرايين. أمراض القلب والشرايين لا يسببها إلا اللحم. ما عدا بعض الحالات اللي كتزاد هكا بواحد بيتي سوفل ولا حاجه هكا، ولكن انسدادات لاتيروسكلوز لي دو اتيروسكلوز ارتيروسكلوز هم كيجيو من اللحوم، كيجيو من الدسم والكوليسترول. هذا يعني الان الجذور الحره هي معشي، الساندروم ميتابوليك هو من اللحم، الاسيدوز او تحمض الدم هو من اللحوم، يعني اللحم يزيد في الحساسيه، اللحم يزيد في ارتفاع الضغط، اللحم يحبس الشرايين، اللحم يكون تاكسيدات داخليه ديال الهوموسيستاين كيخلوا حتى السكري ما يذبحش، يعني مالي السكري الا كانوا اللحم طبعا السكري ما كيهبطش. يعني من الاحسن ان يستهلك اللحم حسب النظام المتوسطي مره في الشهر. هذا نظام متوسط، هذا ماشي نظام ديالي. هما سماه المتوسطي ولكن هو نظام مغاربي. لان تونس والمغرب والجزائر هما اللي عندهم النظام المتوسطي المحض، اللي فيه الخبز وزيت الزيتون، فيه الشعير وزيت الزيتون، فواكه خضر الى اخره، وفيه سمك. هذه هما الدول اللي كانوا كيديروا. اما الغرب الان كيعني بالنظام المتوسطي نظام ديال اليونان وايطاليا، وخطا. النظام المتوسطي هو النظام ديال المغرب العربي المحض، وخصوص لهذه الثلاث دول هذو، يعني كاع الدول ديال البحر الحوض البحر الابيض المتوسط. نعم، ولكن هاد الثلاث دول هي اللي ما كانت تتحفظ من اللحوم، وهي اللي فيها اقل الامراض، ماشي ايطاليا. دول المغرب العربي ما كانش فيها امراض القلب والشرايين، لكن مع الاسف ملي دخلتها لحوم وعاد التسميات بيضاء حمراء الى اخره، يبداو يضلوا المستهلك. هذا تضليل للمستهلك، ليس هناك لحوم بيضاء وحمراء بهذا الشكل تمشي على الارض. انا اقول، انا هذا علم، ليس هناك لحوم بيضاء تمشي على الارض. اللحوم البيضاء توجد في البحر، هي الاسماك. اما اللحوم التي تمشي على الارض فهي فيها دم، وهي حيوانات ساخنه ذات دم ساخن، كلها حمراء. اما الناس باش يجيو يديروا واحد تقنيه انتاج انواع من اللحوم بحال الدجاج ولا شي حاجه، يقولوا هذه لحوم بيضاء، هذا كذب على المستهلك. وحتى الاطباء انزلقوا في هذا الخطا. هذا نحن في هذه الاذاعه نصحح هذا الفهم، المفاهيم الخاطئه، ونعطي للناس حقيقه مطلقه، يعني ما فيهاش تفنيد. فهنا اللحوم ديال العنز كما تفضلتي. نكملوا لهذه الاخت هذه. الامراض التي يمنع عليها اللحم هي امراض القلب والشرايين، ارتفاع الضغط، السمنه، كوليسترول، تريغليسيريد، تشلل، هذا تصل لا شلل نصفي. شلل نصفي، والناس اللي عندهم قصور كلوي. قصور كلوي لماذا؟ قصور كلوي من ناحيتين. الناحيه الاولى ان اللحوم كتزيد في الميكرو البيمينوري، هذيك الالبيمينوري ديال الكليه كتطلع، ما خصهاش تطلع، لان ملي كياكلوا الناس اللحم كيولي الدم فيسكو، كيولي تخين، ما كيتصفاش بسهوله في الكليه. يعني نتكلم بعلم. ثم لان فيه دسم، ملي كتكون حاجه فيها الدسمه كتعطي ايميلسيون، كتعطي استحلاب. الاستحلاب لا يمر بسرعه من الشرايين،
تلاحظوا ان مالي القلب نهار العيد كلهم كيمشيو للمستعجلات، وهذا لان كياكلوا الدسم، كياكلوا هذاك الزنان ولا هذاك بولفاف، طبعا فيه لو غرا، هذاك كيمشيو للمستعجلات. لماذا؟ لان الدم ديالهم غادي يولي تخين. اصحاب السكري، ارتفاع الضغط، الشلل النصفي، تريغليسيريد، كوليسترول، السمنه، امراض القلب والشرايين بجميع انواعها، والقصور الكلوي. ويعني حتى الناس اللي عندهم ليبيش الان، الناس اللي عندهم الدؤبه الحمراء واللي عندهم امراض باطنيه بحال بيست، النقرس، مرض بهجه والنقرس، ممنوع عليهم اللحم، ياكلوا سمك عوض اللحم. انا قلت الجسم ممكن لا يحتاج الا لحوم، الجسم لا يحتاج لحوم، من قال ان اللحم يعني مهم جدا في التغذيه؟ نحن مستعدون. نعم. نحن مستعدون. هذا يعني عندنا ابحاث، عندنا باش كاين سؤال اخر، زين المشكل ديال واش المعز واش المعز في دسم اقل من الغنم؟ نعم، يعني هذا سؤال دائما يطرح. هو نعم، لماذا؟ لان الماعز كيتحرك اكثر من الغنم، الماعز يقفز وكيطلع في الشجر وفي الحيوط ومسائل، قد ما تحرك الحيوان ما كيكونش سمين، بحال النعامه، بحال زرافه، بحال ماشي زرافه، النعامه والغزال وحتى الجمال، حتى الجمال كاع الحيوانات اللي كتحرك بكثره كيكون عندها الساق ديالها طويل ورقيق، وكيكون عندها كوليسترول ناقص، يكون عندها دسم ناقص. اما قول ان الماعز عنده كوليسترول اقل من الغنم فيه نظر خطا. لماذا؟ لان الكوليسترول هو يتعلق بتغذيه الحيوان وبالحركه. نعم. فيه اقل من الغنم ولكن فيه كوليسترول. اقل بشيء بسيط. ان النصيحه اللي كانوا كيعطيو الاطباء للناس ديال السكري انهم يعيدوا على الماعز نصيحه صحيحه. نعم. نحن يعني هاد الناس هادو ما كذبوش، لان الاطباء كانوا قرأوا في اوروبا في الستينيات والسبعينيات، في اوروبا ما كيذبحوش الحيوان، كيبقى الجلوكوز داخل في اللحوم، وعندهم الماعز كيسرح، والغنم ما كتسرحش في اوروبا. نعم. عندهم اللي كنسموه حنا ستابيلاسيون، عندهم الغنم حتى هي في الكوري ما كتخش، ولكن الماعز عندهم كيسرح. فالاطباء ديال فرنسا كانوا اجتهدوا، كيقولوا الناس الا بغى شي واحد ياكل اللحم ياكل الماعز، هما ما عندهمش العيد، المهم ياكل الماعز. الاطباء هادو اللي قراوا في اوروبا هما اللي جاوب هذه النصيحه، هي نصيحه صحيحه طبعا، داك الشيء اللي قراوه صحيح هو ليس كذب، لان اوروبا الغنم ما بقاتش كتسرح، ولكن في المغرب الماعز والغنم كيسرحوا. والماعز عندنا احنا في علم التغذيه العربي لا يؤكل الا في 4 اسابيع في السنه. لا يؤكل، هو يؤكل في 40 يوم اللي كنسميوه السمايم، 40 يوم ديال السمايم اللي كتدخل تقريبا 21 جوان، 21 يونيو، كتمشي في جويه، لا كتدخل في جويه قد وكتمشي حتى العشر الاوائل ديال غشت، ديال غشت. جويه شهر 7 هو الشهر الذي يستهلك فيه الماعز. لان كيكون الحال سخون، ملي كتكون الشمس مفرطه هو ما عندوش الصوفه، ما كيصهدش بحال الغنم، كيبقى سارح. هو بالعكس، هو ملي كتكون هذيك الحال سخون، الحر يعني شديد في المناطق اللي فيها الماعز، عاد الماعز كيرعى، كيمشي للصدر، كيمشي لهذو الاركان، يطلع في الشجر المسائل، عاد كيرعى. فهنا وكيلاحظوا على ان اللحم ديالو كيولي جيد، كتولي في واحد النكهه جيده. علاش؟ لان كاين حمضيات دهنيه توجد بنسبه مرتفعه في لحم الماعز، هي الحمضيات الدهنيه بالسلسله القصيره من فئه سين 6 و 6 8 10، هي اللي كنسموها الكابري، كابروي، كابريليك. هذه الحمضيه هي كابريك، جات من الماعز، لان الكابريك هذا الليفر، الكابريك هي الماعز باللاتينيه. فالكابري، كابروي، كابريليك، هذه احماض هي اللي كتعطي ذاك رائحه الزنخ ديال الماعز، لان الحمضيات ما تقدرش تشمهم، لان الرائحه يعني قويه. لحم الماعز في هذا شهر 7 كيكون الحال سخون، كتكون سميم، هنا يؤكل احسن من الغنم خارج هاد الفترة ديال الحال سخون. في هاد الشهر السبعة. نعم. خارج هاد الفترة هادي الناس كيعيدوا على نهار العيد، كيشريوا تيس في شهر 11 12 1 2، هذا لا إله إلا الله. أنا لا أدري من أين أتت هذه النصيحة، هؤلاء يحرمون من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي الضحية. يضحيوا بكبش جيد. نعم. غير ما يكونش خروف صغير، يكون حولي مرة عليه السنة. وما يكونش علف مركز، يكون
سارح يكون حاجة ويعيدوا بحالهم بحال الناس. نعم. غير ما ياكلوش هذاك اللي كنسميوه حنايا البولفاف، هذاك اللي هذاك الكبد ملوي في الشحم، هذوك القضبان اللي كيديروهم نهار العيد ديال الاراء ما ياكلوش الدسم. نعم. وهذيك القضبان ديال اللحوم يحاولوا يديروها في الماء طيب حتى يتحيد منها هذاك الدسم، ثم يشويو. نعم. يشويو القضبان اللي بغاوهم. ما نظنش يكون مشكل، ولكن هذه النصيحة ديال الناس يعيدوا على العنز خاصها توقف. لان لا نريد ان يضحك علينا الناس. نعم. خصنا نتصرفوا بعلم. ولا نريد ان ننتظر حتى يقول لنا باحث او عالم غربي ماذا نفعل. نحن لدينا علماء ويجب ان ننصح الامه باشياء يجب ان تتبعها. الناس اللي فيهم السكري ممكن يعيدوا لان هذه سنه، ولكن بتحفظ.